خليني اخد معانا على التليفون سيد لواء طيار هشام الحلبي، مستشار الاكاديميه العسكريه للدراسات العليا والاستراتيجيه. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك والساده المشاهدين. ازاي صحه حضرتك؟ يا رب تكون بخير الحمد لله. يعني قد يتساءل بعض السائلين يعني يا سيادة اللواء ويقول لماذا كل هذه الإشادة الدولية بالدور المصري؟ ما الذي قدمته مصر لهذه القضية ولهذه الجولة من الصراع على الأقل من يوم 7 أكتوبر 23 وحتى الآن؟ لماذا يشيد العالم بنا؟ والله هو سؤال مهم، وخليني أتكلم بوقائع. يعني يمكن أنا مصري وحضرتك مصري، يمكن يعني حد يفتكر ان يعني شهادتنا مجروح، لكن خلينا نتكلم واقع. اولا في 4 نقط رئيسيه. النقطه الاولى ان الموقف المصري الحقيقه يرغب في ان ايقاف هذه الحرب عن طريق الوصول الى اتفاق ومفاوضات مباشره بين الجانبين، ودي نقطه مهمه جدا، وده الحل الوحيد لايقاف القتال، لان فشل الضغط على اسرائيل في ايقاف القتال فالحل في المفاوضات. وكل ما المفاوضات الحقيقة بتقف أو بيحصل مشكلة والأمل بيضمحل، بتعيد إحياء هذا الأمل مرة أخرى مصر، وبتحتضن وبالتعاون مع قطر ومع أمريكا. والحقيقة مصر عندها خبرة عالية جدا في هذا النوع من المفاوضات، وهذه الخبرة بتستثمرها بشكل كبير جدا في إحياء هذا الأمل. وإن شاء الله يعني في مفاوضات شغالة، نتمنى أن الأمور تصل إلى إيقاف إطلاق النار. النقطة الثانية الحقيقة، وده لمس العالم كله ما فيهم أمريكا والدول الأوروبية. النقطة الثانية في الموقف المصري، وهو إدخال المساعدات الأنسنية على اختلاف أنواعها إلى قطاع غزة، والمساعدة في نقل المساعدات الخاصة بالدول. ويعني ما نلاقي مصر مدخلة 80% المساعدات اللي مقدمها العالم، مفروض العكس، يعني العالم يقدم 20% وانا 20، لكن في ظل هذه الظروف اللي احنا فيها مقدمين 80%، إضافة إلى أن المساعدات بتخش من برا، وأيضا الإسقاط الجوي، فده قدام العالم كله شغال واضح، إضافة إلى مساعدة دول العالم في المساعدات. النقطة الثانية في الموقف المصري، شرح الموقف للعالم كله بشكل واضح وشفاف، وحجم القيادات اللي جت، وحتى راحوا منهم بعض القيادات، ويمكن كتير عام تحت عند معبر رفح وعقدوا هناك لقاء صحفي. وطبعا النقط دي مهمة جدا، الشرح للعالم كله. يمكن ما ننساش أبدا مشهد وزير الخارجية الأمريكي، هو بيجي وقابل السيد الرئيس، والحقيقة شرح له هذا الموقف، خاصة رفض تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر وكذلك على حساب الأردن، فشرح واضح جدا، وده خلى العالم الحقيقة يفهم هذا الموضوع بشكل الحقيقة كامل. النقطة الأخيرة هو الشفافية العالية في الموقف المصري. موقف الحقيقة اللي بيقوله في الغرف المغلقة هو اللي بيقوله في العلن. موقف الحقيقة لا يبغي شيء من وراء هذه التحركات إلا المصلحة. النقطة المهمة في الحتة دي أن الموقف المصري موقف فاعل، ما بيشتغلش على رد الفعل، هو داخل فاعل في الأحداث لتوجيهها إلى الاتجاه السليم. يعني ودي نقطة هنلاقيها في المفاوضات، في شرح الموقف حتى لإسرائيل وتبعاته السيئة هيحصل إيه لدول العالم. الموقف الحقيقة ما بيشتغلش على رد الفعل، لكنه من البداية بيخش في الأحداث. الأربع نقط دول يخلوا الموقف ده موقف محترم ولمساه دول العالم كله، ويمكن على رأسهم أمريكا والدول الأوروبية. هل كان من الممكن إنه تستمر غزة أو يفهم العالم ما يحدث على الأراضي الفلسطينية دون المواقف المصرية؟ لا، أنا شايف فنم أن المواقف المصرية شرحت بشكل واضح وقوي جدا الموضوع والحل إيه وحلوله إيه للقادة اللي كانوا بيزوروا مصر والحقيقة في المؤتمرات، وده غطى الإعلام. كان حكوا نويت على نقطة مهمة جدا، الإعلام لما غطى وغطى بعض القادة من الدول لما جم حتى عند معبر رفح، تم التغطية العالية جدا ليهم، إضافة إلى مثلا الملحقين الحربيين اللي في مصر طبعا زاروا المعبر والمنطقة هناك، والمنطقة اللي بيتم فيها تخزين حتى المواد والمساعدات الإنسانية، كل ده بيتنقل للعالم. يعني الناس دي بتكتب تقارير لدولها باستمرار، أكيد.
وأيضا المراسلين الأجانب تم تنظيم أيضا عدة زيارات ليهم لهذه المنطقة، وشافوا الجهود المصرية شكلها إيه، وشافوا حتى استقبال الحالات الحرجة وعلاجهم في مصر. النقط دي مهمة جدا، العالم تحرك لأول مرة بيفهم الموضوع، والأول مرة شوف اعتصامات في الجامعات الأمريكية صحيح لنصر فلسطين، النقطة دي ما شفناهاش قبل كده. فهو موقف الحقيقة أنا شايف إن شاء الله بإذن الله يعني يثمر في الساعات القادمة إلى اتفاق بين الجانبين. يا رب إن شاء الله. أشكرك جدا يا فندم، كل الشكر للواء طيار هشام الحلبي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية.